الله غالب، انا مرينا مرحله تاع جحيم. كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما خلصت الخدامين، لما عندي ما خبي عليكم 31 اوت 2017 الخزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. 14 سبتمبر كان فيها 360 مليار دينار، تدخل شويه تاع الضريبه، لكن البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الاقل باش تمشي شهر. نحمدوا ربي اللي مازلنا واقفين، نحمدوا ربي جبنا لكم حل باش نكملوا نمشوا لقدام اسياد. لا كان سلفنا وجبنا لكم لافامي يقول لك نحي عليا، عطي القليل، عطي له 200 دور ونحي عليا الباقي. Sans mon retard, oui madame, parce que quand il s'agit de demander la dépense, vous êtes en tête. يعرفكم الشعب، 1000 مليار دولار، 1000 مليار دولار قلنا للشعب وين راحت. النفاق، النفاق السياسي، النفاق السياسي انتهى وقته. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، الشعب اللي راه يسمع فينا ماهوش يسمعكم. السيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، نجيكم الآن لقضية الدعم العمومي. خرجت بعض الأنباء وجاءت بعض التدخلات اللي قالت الدولة رايحة تتخلى على الدعم العمومي. أريد أن أكذب هذا التصريح لأن الدولة جاتكم بصراحة العبرة في المشروع وفي التدخل اللي قدمته. أننا سنة 2000